جاو مسؤولين، جا سعد القيد هو الاول كنشكروه، بعدا جا حتى هو قال لك انا اللي غادي نهضر في بلاصتكم وغادي نتكلف هذا الشيء. هذا كنشكروه على هذه القضيه هذه وعلى هذه المبادره. وجاو الناس ديال العمران حتى هما كنشكروهم بالدور ديالهم. جا السيد المدير جا لهنايا عيط على المسؤولين ديالنا، دابا راهم دايرين معنا مع العشيه، غادي يوصل الباترون ولا يوصل المسؤولين ديالنا حنايا، راهم غادي يجيو يديروا معنا حل، غادي نصبروا معاهم واحد اليومين واحد ثلاث ايام وغادي نوليو عاوتاني غادي نوليو نسدو الباب عاوتاني. حنا ما عرفناش المشكل فين كاين. حنا الباترون ديالنا كنعترفوا به، كيجي هو كيعطينا ماله الخاص، واحد الوقت كان كيجي كيعطينا ماله الخاص بدون الاجره، كيخلصك وكيقول لك هذه باش تقهوى مثلا او باش تشري شي حاجه ولادك في العواش ولا الشيفان ديالنا. كذلك حنا العمال غادي خدامين وما غاديش نحبس الخدمه. والعمال كانوا اخويا كانوا بزاف، راه كانت واحد الوقت هنايا كانت تقريبا 30 عامل، واحد الوقت راه كانت هنا تقريبا 30 عامل، وكلهم هذوك الناس يمشوا بحالتهم وحبسوا خلصوهم وما بقاوش كيتسالوا منهم، بقاو مالين مثلا هاد الصباغه هادي، مالين الصناعه هاد الزليج هذا هو ديال التخصصات فيهم هذاك الخشب، حتى هما راه حاليا راه دايروا معاك شي جوا قبيله. الوعود تعطات لنا، جاو المسؤولين قال لك اسيدي حنا غادي نحلوا لكم المشكل ديالكم، فتحنا الباب دابا حنا خدامين. انتم كما كتشوفوا الشباب، الناس المدرسه، العائلات راهم دايرين في الجرده كما العاده كما كان النهار الاول، ونطلبوا من الله الخير سي موسى. جاو شي وحدين مسؤولين من العمران ولا منين؟ نعم. جاو شي وحدين من العمران. ايوا شو وعود اللي عطاوكم؟ عطاوكم شي وعود بان غيسوي لكم الوضعيه ديالكم؟ هذاك الشيء اللي قالوا لنا سيدي، قال لك يهضروا مع المسؤولين سيدي، مع السيد اللي خدام معاه يخلصنا. نعم. هذا الشيء اللي قالوا. نعم. دابا الامور مزيان؟ ايوا الحمد لله. نتمناو الخير السيد اللي خدامين يعطي الخدامه ديالو، راه حنا خدامين معاه. نعم. شوف حنا اللي صوبنا هذا الشيء كامل. الاحتجاج ديال العمال اخويا ما تصلوش بالمستحقات ديالهم. نعم. عيطنا للناس مسؤولين ووعدونا اليوم ان شاء الله كلشي غادي يتصل بالمستحقات ديالو غادي تحل المشكل. نعم. ولاو الدراري حلوا الباب، انت كتشوف كلشي داخل الجرده كلشي فرحان. شحال ديال العمال تقريبا كاينين هنا؟ العمال بين تقريبا شي 15 واحد. الوعود اليوم ان شاء الله غادي تحل المشكل. نعم. يوم فوا تحل الباب يعني المشكل قول تحل. الحديقه مفتوحه، انت كتشوف هاد الدراري تبارك الله تيجيو تلقاو راحتهم هنايا.